في هذا السباق الرابع. انطلاقا الى السباق الرابع الان جايزه اريانا على المسافه 1850 متر بدايه جيده بالنسبه للخيول العربيه الاصيله. سباق رابع 10 مشاركين بدايه موفقه لحد الان بالنسبه هذه رقم 5 رامي لينطلق من اجل وسط شارت جرين انف المرتبه الثانيه. هناك كافاليرو ميراج الصفه الثالث رقم 3 محاوله كذلك من جانب رقم 8 بايا لاطلس من جهه الحاجز من اجل وسط تقدم ديال رقم 9 ليبونج. ثم كذلك يمكن نشوفوا هنا رقم 4 ماليس بولخراس اللي كذلك ربما يتاخر في رفقه مصلوحي رقم 10 في المراتب الاخيره. غسان عبد الرحيم في الدور غيحاول ينطلق من اجل الخارجيه. هناك محاوله ديال الاسيد رقم 1 اللي مازال في مراتب متوسطه رفقه كل من رقم 5 رامي. بينما كافاليرو ميراج لحد الان يقود المسابقه. اذا الركب سعيد مديحي يقود السباق لحد الان. انا شارت جرين في المطارده المباشره يمكن نشوف بايا الاطلس رقم 8 محاوله كذلك من اجل الوسط من جانب ليمونج رقم 9. وكذلك يمكن نشوف رقم 2 مجيد سلام. اذا خطوط متقاربه ما كاينش نوعا ما تقدم كبير بالنسبه لواحد من هاد المشاركين فخطوط متقاربه جدا الى استثنينا ربما بالنسبه لمصلوحي رقم 10 اللي هو متاخر بشكل مهول في هذا السباق. فكل المشاركين الاخرين عندهم فرص هناك كذلك حتى تاخر كبير لرقم 4 ماليس بولخراس. بينما المشاركين الاخرين فربما عندهم فرص لتحقيق الانتصار وربما مراتب خصوصا ان غسان يتاخر فدرتنا في هذه المسابقه كيخلي فرصه للمشاركين الاخرين. ليمونج وكذلك شارت جرين وكذلك كافاليرو ميراج رقم 3 نفسه بقوه على المراتب الاولى في هذا السباق. انطلاقة الآن جيدة بالنسبة لكافاليرو ميراج في المرتبة الأولى. ليمونج غينافس بقوة رفقة شارت جرين رقم 6. الآن انطلاقة جيدة في الأمتار الأخيرة انطلاقة كذلك ديال بايا الأطلس رقم 8 اللي تحاول تنطلق من جهة الحاجز لكن الخطوط مغلوقة أمامها. إذا أنا ربما غادي يحاول خليج بيلو ينطلق من جهة الخارجية الشيء اللي كيحصل الآن لكن أنا ربما غادي يضيع الكثير من الوقت. نشوف الآن ليمونج كيسرع من الوتيرة ديال السباق. انطلاقة ديال ليمونج كيتأخر الآن كيخلي فرصة لخليج بيلو ربما لتحقيق مفاجأة لكن كافاليرو ميراج من جهة الحاجز أظن هو الأقرب للفوز بعد السباق. انطلاقة ديال بايا الأطلس تقدر تقلب الطاولة. ليمونج الآن كيحاول مرة أخيرة لكن كافاليرو ميراج يفوز بهذا السباق. سعيد مديحي يفوز بهذا السباق. سعيد مديحي وينضم للركب عبد الرحيم في الضول في المرتبة الثانية ضمن قائمة الركاب بالانتصار رقم 14 رفقة كافاليرو ميراج. سعيد مديحي اللي تحكم في السباق منذ البداية وكافاليرو ميراج الآن بعد نوعا ما سباق مخيب للأمل بداية هذا الشهر إلى أنه الآن يعود بقوة كافاليرو ميراج في انتصار آخر ربما هو أحسن انتصار لكافاليرو ميراج بأنه الانتصارين الموسم الماضي فكانوا كلهم سباقات من صنف دي. الآن انتصار في سباق من صنف. بينما كنشوفوا الآن على الصورة رقم 10 مصلوحي عماد مديحي اللي ما كانش